شو هي كلمة الفلك لمواليد الميزان بالأسبوع الثاني من شهر كانون الأول ديسمبر 2023؟ تعالوا نشوف شو بيقلنا الفلك أنا وياكم. الفترة يلي بلشت الخميس 7 من الأسبوع الماضي وللسبت 9 بدها تحررنا من بعض القيود أو بتحررنا من بعض القيود وبتطلق إيدنا بمبادرة جيدة. لازم أنه ننتهي من بعض الملفات بدون ما نتركها تتراكم. حاول عزيزي الميزان أنك تنسق مع بعض الجهات الخطوات الواجب اتخاذها لإنجاز أحد المشاريع أو إحدى المهمات يمكن تحتاج لألون بهالوقت. بيهمسلك أحدهم بين التنين 11 والتلاتة 12 بسر لازم تحافظ عليه بهالفترة. أنت بحاجة للهدوء والابتعاد عن الضوضاء وكسب التأييد لخطة لإلك. شو يعني المحافظة على هالسر؟ يمكن ما يهمس لك في أحدهم، يمكن أنت بالصدفة تطلع على معلومات أو على أجواء معينة أو على ربما ما يسمى فضيحة وتحاول أنك تتكتم حولها لسبب أو لآخر أو لأن بتخص أحد الأعزاء مع شعور ببعض القلق. بيسطع نجمك جدا بين الثلاثة 12 والأربعة 13 أثناء احتفال أو مناسبة عامة أو مغامرة بتقوم فيها بعيد عن محيطك الاعتيادي. بهالوقت بتخطط لسفر أو بتسافر أو بتلتقي بعض الأجانب خارج المكان المألوف. بعدين بدك تنتبه من نزاع واشتباك بخبرك عنه الأسبوع الجاي.